مستمرين معكم يا محترمين. جون 2016 بيبر 1 فارينت 1 والسؤال ال 28. السؤال هنا يا جماعة بيتكلم عن الماجنت وبيقول لي A student wishes to make a permanent magnet. يا سلام permanent magnet ماشي. She has an iron rod معها iron ومعها steel. يا جماعة اتكلمنا مرارا وتكرارا ان البيرمننت ماجنت الماجنت الابدي الماجنت اللي على طول ده اللي ما بيبوظش ده يصنع من ستيل. ليه يا حلوين؟ لان الستيل هارد ماجنتيك سبستنس اكوايرز الماجنتيك بروبرتي هاردلي ولوز ات هاردلي. يعني الستيل يا جماعه عشان نخليه ماجنت بيتعبنا حبتين بيبقى متعب شويه بس خد دي وانس انك خليته ماجنت مش هيسيبها ابدا هيفضل ماجنت طول حياته. اهو يا جماعه لما انا جبت مغناطيس حطيت قطعه سوفت ايرون السوفت ايرون دي يا جماعه اكوايرز الماجنتيك بروبرتي ايزلي واتراكتد كميه ايرون فيلينجز كتير زي ما انتم شايفين بس لما جينا حطينا يا جماعه قطعه ستيل الستيل يا جماعه اتراكتد شويه صغيرين. ليه؟ لانه بيكتسب بياكواير الماجنتيك بروبرتي بالراحه وبصعوبه خالص. بس في حاجة ظريفة حصلت هنا يا جماعة. ايه هو؟ لو انا جيت شلت هذا الماجنت الغريب في الموضوع يا جماعة ان السوفت ايرون هيسيب كل الايرون فيلينجز اللي عليه بينما الستيل يا جماعة هيفضل محافظ على شوية الايرون فيلينجز اللي عليه. يبقى بنقول الستيل هارد ماجنتيك سبستنس بي اكواي السوفت ايرون يا جماعة سوفت ماجنتيك سبستنس اكوايرز الماجنتيك بروبرتي ايزلي ولوز ات ايزلي بينما الستيل هارد ماجنتيك سبستنس اكوايرز الماجنتيك بروبرتي هاردلي بس برضو بيلوز ات هاردلي. عشان كده يا جماعه الاجابه هنا هتكون الفقره سي. طبعا الستيل هو اللي يستخدم في البيرمننت ماجنت لانه حبايبي هارد ماجنتيك سبستنس.